المجموعات المسلحة تواصل خرق الهدنة في حلب، والجيش يسيطر على تلال تشرف على الحدود التركية بريف اللاذقية. الشرطة الاتحادية العراقية تعلن تقدم نحو المجمع الحكومي في الفلوجة وهروب جماعي لعناصر داعش من مركز المدينة. قتلى وجرحى خلال مواجهات عنيفة بين قوات هادي والجيش اليمني واللجان شمال الضالع. وفي فقرة استراتيجية، موسكو تطور سلاحا جديدا يفقد منظومات الدراع الصاروخية الغربية فعاليتها. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم. من الميدان السوري، رضا الباشا من حلب ومجد ليلى من اللاذقية. ومن الميدان العراقي، محمد الفهد من محيط الفلوجة. نذهب إلى الميدان اليمني، أحمد زبيبة معنا من هناك من صنعاء تحديدا. ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو الباحث العسكري العميد المتقاعد الياس فرحات. أهلا بك جنرال. أكثر من 20 قذيفة صاروخية أطلقتها الجماعات المسلحة على مدينة حلب بعد أقل من 10 دقائق على إعلان روسيا هدنة لوقف إطلاق النار، أتبعت بمحاولات على الأرض للتقدم في ريف حلب الجنوبي والغربي. الهدنة في حلب لم تنجح سابقا، بل انعكست سلبا على المدينة التي يحمل أهلها هدنة وقف النار مسؤولية تدهور أوضاع المدينة بظل غياب حل سياسي حقيقي. رضا الباشا والتفاصيل. الورق ووسائل الإعلام اقتصرت الهدنة في حلب، لا مكان هنا إلا للمعارك. بعيد دقائق من إعلان روسيا هدنة وقف إطلاق النار، فتحت الجماعات المسلحة على اختلافها معارك على جبهة حلب ريفا ومدينة، وعين الفصائل على محاصرة الجيش السوري في المدينة. من الريف الجنوبي يسعى جيش الفتح إلى ضرب طريق المدينة غرب كلية التسليح جنوب غرب حلب، ومن الشيخ سعيد والراموسة تسعى فصائل الجيش الحر المتحالفة مع النصرة لقطع طريق الراموسة العامرية. سعت المجاميع المسلحة إلى إحداث خرق في الجبهات القتال في المحور الجنوبي والشمالي مدينة حلب، عبر إحداث خرق في الجبهة الجنوبية بالمحور الغربي من المدينة، واستماتوا لإيجاد طريق آمن يوصل الريف أجلب مع أحياء حلب الشرقية عبر تجديد الضغط وقطع طريق الوحيد الواصل بين مدينة حلب وباقي المحافظات. 10 أيام هجمات متواصلة على برنة ومحيط خان طومان، الهدف الضغط من المحور الغربي وإيجاد تواصل بين أرياف إدلب وأحياء حلب الشرقية. إعلان روسيا هدنة في حلب بات يؤرق المدينة المنكوبة. هنا يرتبط اسم التهدئة بالقذائف الصاروخية التي تستهدف المدنيين. ما عم بيلتزموا فيها المسلحين، عم بيكون في تجمعات، عم بيكون في اضرار بعدها، عم بيكون في قذائف اكثر، عم بيكون في حشود، في هجوم اكبر، وبيكون فعلا يعني شيء غير حقيقي، غير ملموس. مدينه حلب ما عاشت ولا يوم هدنه، ما في التزام ابدا من ناحيه المسلحين على شيء اسمه هدنه، فنحن ما بنشعر فيه، والشعب الحلبي ما بقى بده بهدنه، بده فعلا حسم عسكري ليرتاح، لانه هي الهدنه عباره عن اعلام. رفض اهل المدينه لهدنه في حلب يرجعونها الى اسباب أولها يكمن في أن وقف إطلاق النار يعني قبول بقاء حلب تنزف، كما أنه يطيل من عمر الأزمة، فلا حل حقيقي ولا هدنة حقيقية حتى هذه الساعة في مدينة حلب. فشل الهدنة في حلب لم يقتصر على جبهة النصرة فحسب، بل بات يتعدها إلى بقية الفصائل المسلحة التي تسعى إلى حصار الجيش السوري في المدينة أولا، أو التمدد إلى نقاط يسيطر عليها على جبهة الريف والمدينة ثانيا. رضا الباشا، حلب، الميادين. نبقى معك رضا الباشا، تنضم إلينا من حلب. رضا، أهلا بك. ما جديد هذه الهدنة التي حتى الآن يمكن القول أنها هدنة هشة؟
يمكن القول سلمى بأنها هدنة سقطت تماما، لا يمكن أن نصفها بأنها هدنة هشفة عندما نحن نتحدث عن محاولات من أجل التقدم على الجبهة الشمالية للجماعات المسلحة والتقدم باتجاه الجبهة الجنوبية، أو حتى داخل أحياء مدينة حلب تحاول الجماعات المسلحة أن تتقدم من الشيخ سعيد باتجاه طريق الراموسة والعمرية من أجل قطع هذا الطريق. فنحن نتحدث بطبيعة الحال عن نهاية للهدنة، وإن كان أحد الأطراف يريد أن يبقي في الإعلام بأن هذه الهدنة قائمة. أيضا بالطرف المقابل عندما قامت الجماعات المسلحة بقصف أحياء مدينة حلب، ولربما تعمدت هذا القصف بعد إعلان الهدنة بأقل من 10 دقائق، كان هناك قصف عنيف طال أغلب أحياء مدينة حلب السكنية بشكل خاص في داخل المدينة والأحياء الغربية صباح هذا اليوم، عندما كانت تهاجم الجماعات المسلحة نقاط الجيش السوري في الشمال والجنوب أو حتى داخل المدينة. أيضا الرد من الجيش السوري كان ردا عنيفا على الجماعات المسلحة، أغارت الطائرات الحربية في الجيش السوري على العديد من نقاط الجماعات المسلحة في ريف حلب الغربي، وتحديدا المعسكر التدريبي لحركة أحرار الشام القريب من قلعة سمعان، ودمرت المعسكر بشكل كامل بحسب المصادر من داخل تلك المنطقة، إضافة إلى غارات مكثفة على النقاط التي انطلقت منها الجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي، وتحديدا بلدة مدينة حلتان، وتحديدا كفر حمراء أيضا التي تعتبر المقر الرئيس للجماعات المسلحة وغرفة العمليات الرئيسية للجماعات المسلحة. إذا ما أردنا أن نتحدث عن هدنة، يمكن التأكيد بأن الهدنة على الأرض وفي الميدان سقطت بالفعل. في المقابل الجيش السوري أيضا تمكن من تثبيت نقاطه وتمكن من إفشال محاولات التسلل أو التقدم للجماعات المسلحة على نقاطه في الأرياف والمدينة. نعم، بعد هذا الكلام فشلت الهدنة، هل عادت الأمور على الأرض إلى سابق عهدها كما كانت قبل هذه الهدنة، أم وتيرة المعارك ازدادت؟ سلمى، أنا بالفعل لم ألاحظ تغير في وتيرة الميدان، هي معارك مستمرة منذ 15 يوم وحتى هذه الساعة هي معارك في أوجها في مدينة حلب، وإن كانت طبعا الجيش السوري يقتصر على إفشال هجوم الجماعات المسلحة ويركز على ضرب مركز المعلومات والبنك الأهداف المتواجد لديه من أجل أضعاف وشل الهيكل الرئيسي للجماعات المسلحة. نلاحظ بأن العمليات لدى الجيش السوري تتركز على صد الهجوم من قبل الجماعات المسلحة أولا، ثانيا تدمير بنك المعلومات الذي توفر لديه خلال فترة التهدئات الماضية عندما التزم الجيش السوري بالهدنة ووقف إطلاق النار بشكل كامل، كون بنك معلومات كان يراقب الجماعات المسلحة. هذه الفترة كانت هي الفترة التي يستفيد منها الجيش السوري من أجل تدمير بنك المعلومات الذي توفر له وغرفة عمليات الجماعات المسلحة، لربما يعيد سيناريو المعارك التي بدأت في الصيف الماضي باتجاه أرياف مدينة حلب عندما دمر أولا بنك المعلومات ومركز الأهداف المتوفر لديه من خلال الغارات الجوية وسلاح الصواريخ، ومن ثم كانت العمليات البرية على مستوى أرياف مدينة حلب. رضا الباشا مراسل الميادين كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. استعاد الجيش السوري السيطرة على مرصد برج الحياة الاستراتيجي في ريف اللاذقية الشمالي، فيما تحاول المجموعات المسلحة في ريف حلب اقتحام المناطق التي يسيطر عليها الجيش. أبرز التطورات الميدانية مع هبة الله بيطار. اللاذقية، حلب، الرقة، أبرز الجبهات التي تشهد تطورات ميدانية في الشمال السوري. في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي استعاد الجيش السوري مع حلفائه كامل التلال المحيطة ببلدة كباني بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة والحزب التركستاني، ما يفتح الطريق نحو كباني آخر المعاقل الأساسية للمسلحين في المنطقة. وعند الحدود مع تركيا أدت المعارك إلى استعادة الجيش السيطرة على مرصد برج الحياة المشرف على مساحات واسعة من الشريط الحدودي السوري التركي. إلى حلب وتحديدا إلى ريفها الشمالي الغربي تحاول المجموعات المسلحة اقتحام المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري انطلاقا من مزارع الملاح الجنوبية ومنطقة السكن الشبابي باتجاه مناطق سيطرة الجيش في مزارع الملاح الشمالية وتلة المضافة. أما في ريف حلب الجنوبي فحاولت جماعات مسلحة من جبهة النصرة ومسلحون يقاتلون تحت راية جيش الفتح التقدم نحو نقاط الجيش السوري في جبهة خلصة وزيتان، غير أن الجيش السوري استطاع صد هذا الهجوم.
أيضا في الجنوب شهد محور الراموسة اشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، الأخيرة تحشد في منطقة الشيخ سعيد بهدف مهاجمة منطقة الراموسة ومحاصرة هذه المنطقة التي تشرف مباشرة على الطريق الذي يصل إلى مدينة حلب، وهو المنفذ الوحيد إلى أحياء حلب الغربية التي يسيطر عليها الجيش السوري. من حلب إلى الشرق باتجاه الرقة، هنا يتقدم الجيش السوري وحلفاؤه جنوب غرب المدينة باتجاه مدينة الطبقة التي بات على مشارفها، ويضيق بهذا التقدم الخناق على داعش في المدينة. جبهة ريف الرقة الشمالية تشهد بدورها معارك تخوضها هنا قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي. أبرز ما حققته المعارك حتى الآن هو السيطرة على عين عيسى، وهو ما يفتح الطريق باتجاه الرقة من الجبهة الشمالية. معنا من اللاذقية الزميل مجد ليلى. مجد أهلا بك، ماذا تعني استعادة البرج التي استعادها الجيش السوري وحلفائه، وماذا عن معركة كباني المقبلة؟ برج الحياة. يعني برج الحياة هو منطقة مرتفعة وكاشفة لمساحة واسعة من الشريط الحدودي السوري التركي، هو يقع في أقصى الشمال من ريف اللاذقية إلى الشرق من بلدة كسب تحديدا. اليوم فجر اليوم استطاعت وحدات من الجيش السوري التقدم إلى قمة هذا البرج بعد أن كان قد نفذت انسحابا جزئيا منه ليلة أمس بسبب ضغط المسلحين وكثافة رمايات الهاون والاستهداف في الأسلحة المتوسطة هذا البرج. اليوم كما قلت يعني الجيش السوري تمكن من الوصول إلى قمة برج الحياة، واستطاع أيضا تثبيت قاعدة نارية في تلك المنطقة. المسلحون انسحبوا من محيط هذه المنطقة تحت الضربات المدفعية الكثيفة التي نفذتها قوات الجيش السوري على هذه المنطقة المحاذية للحدود التركية. في الحقيقة منطقة البرج وموقع البرج يكشف عديد من طرق الامداد التي كانت تعبر الحدود السورية التركية باتجاه داخل السوري. يعني هذه المنطقة دافع عنها المسلحون بشراسة كبيرة لناحية عدم وصول الجيش السوري إلى قمة البرج وعدم تمكنه من قطع هذه الطرق وهذه المعابر الغير الشرعية التي تعتبر لحد الآن يعني شرايين أساسية للمسلحين لنقل السلاح والذخيرة من الحدود التركية باتجاه الداخل السوري ومنه إلى الشرق واتجاه ريف إدلب الغربي. نعم، وبالنسبة إلى معركة كباني. نعم سلمى، يعني معركة كباني هي معركة مفصلية على ثلاث جبهات، جبهة شمال سهل الغاب وجبهة ريف إدلب الغربي ومدينة جسر الشغور تحديدا، بالإضافة إلى حسم جبهة اللاذقية الشمالية الشرقية. يعني كباني هي آخر الجبهات في هذه المنطقة من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. الجيش السوري يسعى لحسم هذه الجبهة المعضلة الأساسية، والمعركة الأساسية في جبهة كباني هي ليست في البلدة، البلدة هي بلدة صغيرة مكونة من عشرات المنازل، يعني لا يوجد أي تجمع سكاني كما رأيناه في سلمة أو في كنسبة أو في ربيعة، بل هي يعني بلدة صغيرة، لكن الأهمية الاستراتيجية للتلة التي تقع على سفحها بلدة كباني، وتلة كباني التي تقع شرق المنازل السكنية. هذه القمة وهذا المرتفع مشرف بشكل أساسي على مدينة جسر الشغور وعلى بلدة السرمانية، بالإضافة على مناطق واسعة جدا من شمال سهل الغاب إلى منطقة بدامة في ريف إدلب الغربي، والتي تعد مراكز ثقل أساسية لجيش الفتح في ريف إدلب الغربي. مجد ليلى الصحفي كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. وفي ريف حلب الشمالي نقل الإعلام الحربي في سوريا عن مواقع كردية أن قوات سوريا الديمقراطية باتت على بعد 700 متر من منبج، وكانت هذه القوات قد سيطرت على قرية مزرعة حمدون جنوب المدينة وقرية تل رفيع الواقعة شمال شرق منبج. جنرال، سأبدأ معك من الهدنة في حلب، سقطت على ما يبدو بحسب الزميل رضا الباشا الهدنة في حلب. بداية، لماذا الروسي سارع إلى هذه الهدنة إلى إعلانها قبل ساعة من تطبيقها؟ ما كان الهدف منها؟ يعني تجربة الروسي مع الأمريكي تجربة تستحق دائما النظر فيها، لأن الروسيا دائما تطالب بالهدنة وتطالب بالمحادثات السياسية، فيما الجانب الأمريكي لا ينفذ ولا يلبي أي طلب من طلبات روسيا. يعني عندما صدر بيان أمريكي روسي يدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا اعتبارا من 27 شباط فبراير الماضي، روسيا وحلفائها نفذوا هذه التهدئة وهذا وقف أعمال عدائية، فيما شاهدنا بعد 3 أسابيع هجوم من جيش الفتح
وعماده تنظيم القاعدة في بلاد الشام باتجاه تلة العيس، وباتجاه ثم بعد شهر باتجاه خان طومان، واليوم هجوم على الزيتان. يعني ما تخلل من وقت كان قصف على مناطق حلب ومحاولة الهجوم على حي الشيخ مقصود ذات الغالبية التركية. يعني هذه الهدن لم تلتزم بها التنظيمات الإرهابية وخاصة ضمير القاعدة في بلاد الشام وجيش الفتح، في حين الولايات المتحدة التي تعتبر القاعدة وجبهة النصرة إرهابية تنكر مسؤوليتها عنها أو سطوتها ونفوذها عليها. وهناك يعني حديث أعلن عنها أكثر من 10 مرات بين وزيري الخارجية لافروف وكيري حول تحديد من هي المعارضة المعتدلة ومن هي المعارضة الإرهابية. نعم. وطلب فصل أو فصل بين المعارضين، وحتى الآن الجانب الأمريكي لم يكترث لهذا الطلب الروسي. نعم. بالأمس وزير الخارجية الأمريكي، دعيني أكمل الفكرة إذا بتريدي، كيري في أوسلو تحدث أنه نفض صبره من روسيا. يعني هذا كلام كبير جدا، ربما تراجع عنه الناطق. هذا حتى يلاحظ بأنه وكأنه يعني تصعيد بالكلام الأمريكي. نعم. منذ 6 أشهر على نعم. ما يبدو كان هناك ليونة، وكان هناك يحكي عن اتفاق بين الروسي والأمريكي. واضح بأنه النبرة التصعيدية عادت. النبرة هذه يعني تؤكد ما قاله كيري شخصيا قبل أكثر من شهر، أن حلب خط أحمر، أي ممنوع الجيش السوري يدخل إلى حلب. حينما يقال لكيري من قبل الدبلوماسية الروسية أن من يسيطر هناك هو تنظيم القاعدة، يراوغ ويذهب إلى مكان آخر. يعني اليوم يقول أنه نفذ صبره من روسيا ودعمها لنظام الأسد. كان الرد الدبلوماسي الروسي هو إعلان هدنة في شاملة، لكن حتى هذا الرد الدبلوماسي والتجاوب الدبلوماسي مع تحذيرات كيري، نعم. رغم أن الناطق باسم الخارجية حاول التلطيف من هذا الكلام، حتى هذه الإعلان تهدئة رفضته كل هذه التنظيمات الإرهابية المعارضة. وبالتالي ما الذي يجري على الأرض الآن؟ وبالتالي ما يجري حاليا، يعني كما إذا تابعنا بيانات حميميم حول تدفق المقاتلين من داخل تركيا التابعين لتنظيم القاعدة في بلاد الشام، جبهة النصرة والإحرار الشام و كتائب السلطان مراد وآخره، إذا تتبعنا هذه البيانات نجد أن هذه العناصر التي تدفقت من داخل تركيا هي التي تقوم بالهجوم على خان طومان وعلى الزيتان وخلصة، وهي التي تقصف الأحياء السكنية في حلب، وهي التي تهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة، وهي عمليا جاءت من تركيا البلد الأطلسي. وأيضا وزير الخارجية الأمريكي له نوع من السطوة والنفوذ على هذا البلد، لكن هذه هي المشكلة لا تزال منذ بداية الأزمة السورية ومنذ يعني دخل الروس إلى سوريا في أيلول الماضي من أجل مكافحة الإرهاب. لكن الجانب الأمريكي لا يريد أن يقول أنه يدعم الإرهاب، لقط نفسه يفتح مجالات أخرى أحيانا. حلب خط أحمر، وماذا يعني حلب خط أحمر؟ هي المعركة الاستراتيجية. يعني ماذا يعني حلب خط أحمر؟ لمن وضد من؟ هي ممنوع القضاء على تنظيم القاعدة في بلاد الشام؟ هل هذا هو الخط الأحمر الأمريكي؟ لا يجرؤ الأمريكيون على قول مثل هذا الكلام، إنهم لا يريدون للقوات السورية أن تتقدم وتستعيد سلطة الدولة على منطقة حلب بكاملها. بالتالي المعارك الآن لنحددها على الخريطة. على الخريطة المعارك حاليا، هناك بعدما سيطرت القوات تنظيم القاعدة في بلاد الشام على تلة العيس، ثم بعدها على خان طومان، ثم على هناك جبهة حاليا مشتعلة في زيتان، محاولة هجوم لهذا التنظيم من هذه المنطقة الخضراء. هذه المنطقة كلها تسيطر عليها تنظيم القاعدة في بلاد الشام، جبهة النصرة، وهذا الهجوم حاليا في منطقة زيتان. أيضا هناك هجمات في القطاع الشمالي لحلب لمحاولة منع الجيش السوري من وصل هذا القطاع ومحاصرة أحياء حلب الشرقية، وهناك هجمات أيضا باتجاه هذه المناطق في منطقة الراموسي. نعم. وهناك هجمات باتجاه حي الشيخ مقصود، يعني من داخل منطقة المسلحين تنظيم القاعدة وغيرهم، باتجاه حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية. يعني حلب جبهة، عدة جبهات، يعني أكثر من 10 جبهات
قتالية على الأرض وقصف وحتى الآن صاروخي غير محسومة وغير المعركة غير محسومة. التقدم الذي أحرزته تنظيم القاعدة في العيس وخان طومان لا يزال موجودا، إنما في زيتان لا تزال الأمور محتدمة والمعارك متداخلة من دون سيطرة لفريق ولا لآخر. هذا في الميدان السوري. سنذهب إلى الميدان العراقي، حيث أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية التقدم نحو المجمع الحكومي في الفلوجة من 4 محاور، وأشارت إلى فرار جماعي لعناصر داعش من مركز المدينة. وأحكمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية قبضتها على حي الشهداء جنوب الفلوجة بشكل كامل، فيما تواصل القوات المساندة لها عملية مسك الأرض وتحريرها وتطهيرها، وتبقى من ما تبقى من منازل وطرقات مفخخة. كاميرا الميادين رصدت المناطق المحررة من داعش، والتقت قائد عمليات تحرير الفلوجة عبد الله بدران. لا يهدأ الرصاص هنا، وكما الغبار يعلو تعلو معه حدة القصف والاشتباك المباشر مع داعش بعد اجتياز عراقيله وعبواته. هنا أبرز معاقل التنظيم في الفلوجة، الشهداء الثانية، والقتال هنا لتحرير ما تبقى من الشهداء الأولى. أنفاق وبيوت مفخخة وكمائن كلها عراقيل إعاقة وإبطاء خبرتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب. العدو بنى استراتيجية أنه يقاتلك خارج أسوار المدينة، وأنشأ خطوط صد، وتم تدمير خطوط الصد بأجمعها من قبل جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن وصل إلى شارع 40، ومن هذا المنطلق انطلقت المحاور الأخرى. الصورة هنا أبلغ من الصوت، طرقات شهدت مواجهة شرسة، لكن داعش لم يعتمد على مسلحيه فيها بقدر انتحاريه. هذا النفق جاي من حي الشهداء، فحافرين من حي الشهداء حوالي 3 كيالو، يعني 3 كيالو واصلين منه، واصلين لهنا. احنا الحمد لله وشكرك ان احنا واخواننا المقاتلين هنا نايمين، فسمعنا ضربه مال صوت، يعني نقول شنو رمي، يعني تفاجئنا بالضرب مال صوت اكو بالصبه، فحسينا فجبنا البوكلين حفرنا لقينا النفق. تجتاز القوات هنا تقاطع الشهداء تجاه حي النزال، وتفتح الجبهات لتوسيع المواجهه مع داعش على قاعدة المحاور المتفرعة. تحاول القوات العراقية في تقدمها التملص من كمائن داعش ومصائده وسحبه لاستراتيجيتها وتكتيكها في القتال عبر قضم الأرض بدبيب النمل الذي مكنها حتى الآن من إحراز تقدم في قلب الفلوجة. من الشهداء في الفلوجة عبد الله بدران، الميادين. ومن محيط الفلوجة ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الفهد. محمد أهلا بك، ماذا يجري على المحاور الأربعة لمدينة الفلوجة؟ هذا أولا، ووجهة الفرار الجماعي لداعش إلى أين؟ نعم سلمى، هذه المحاور التي تم استحداثها على الخطة المتبعة لتحرير مدينة الفلوجة هي اندفعت هذه المحاور بعد أن تمكنت من إحراز تقدم صوب سدة الفلوجة والسيطرة عليها، وصوب المجمع الشقق السكنية والسيطرة عليها. هذا المحور الذي تقوده الشرطة الاتحادية، إلى جانب المحور أيضا الآخر وهو بنفس الجبهة الجنوبية لجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة التدخل السريع التي استكملت تحرير الشهداء الثانية وجبهة، وكذلك استكمل التحرير حي الشهداء، وما بقي من حي الشهداء الأولى هو بعض الجيوب المسيطر عليها ناريا بحسب القادة الميدانيين. الوجهة الآن لهذه المحاور هو حي نزال الذي يعتبر من أكبر أحياء المدينة، يعني أحد أكبر أحياء المدينة. عندما تتم عملية دخول حي نزال وتحريره فالقوات ستصل إلى شارع 40، الشارع الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى شطرين، وبالتالي القوات ستكون قريبة من المجمع الحكومي. الهدف هو الآن حي نزال الذي تجري في أطرافه في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة التدخل السريع من جانب، وأيضا الشرطة الاتحادية من جانب آخر. هذه القوات الآن وبحسب القادة الميدانيين ستدخل إلى حي نزال بعد أن مهدت لهذا الدخول، وبالتالي ستصل إلى شارع 40، ومن هناك يتم ربما السيطرة على مركز المدينة والوصول للمجمع الحكومي قائم مقامية الفلوجة ومستشفى المدينة.
من الجبهة الشرقية هنالك محور آخر هو أيضا سيلتقي مع القطاعات المتقدمة من المحور الجنوبي. هذا المحور بقيادة عمليات بغداد وعمليات غرب بغداد. هذا المحور هو سيدخل المدينة عن طريق الحي الصناعي من الجهة الشرقية، وأيضا سيدخل بمحاذاة شارع 40 الرئيس، وبالتالي الوصول إلى مركز المدينة. الحديث عن تراجع لعناصر التنظيم لا سيما في حي نزال. عناصر التنظيم الذين تراجعوا وانكفأوا من حي الشهداء الثانية والأولى وجبيل بعد أن دخلتها القوات المشتركة تجمعوا في حي نزال، لكن اليوم بعد أن كانت القوات تتقدم باتجاه حي نزال تعرضت نقاطهم في هذا الحي إلى قصف عنيف جوي وكذلك بالمدفعية، وبالتالي انكفأوا أيضا من هذا الحي وتراجعوا إلى أحياء أخرى، وبالتالي هي عملية انكفاء وتراجع أمام تقدم القوات. القوات تحتاج الآن إلى تفكيك العبوات الناسفة والتصدي لبعض المفخخات التي يخبئها داعش في شقوق داخل المدينة وفي بعض المنازل، وبالتالي سيتقدم في هذا الحي كما تم التقدم في حي الشهداء الأولى والثانية. نعم سلام. نعم. باختصار فرار داعش إلى أين؟ بأي وجهة؟ هو انكفاء وانسحاب من نقاط دفاعه في حي نزال. هنالك أحياء ما بعد شارع 40، هنالك الحي العسكري وهنالك حي الرسالة والخضراء. هذه الأحياء أيضا سينكفى يعني من حي إلى آخر داخل الفلوجة. نعم نعم. شكرا. نعم في بادئ الأمر نعم نعم في بادئ الأمر من انسحبوا من النعيمية إلى الشهداء الأولى ثم الثانية ثم إلى نزال والآن تراجعوا إلى الخلف. نعم. نعم سلم. شكرا جزيلا محمد فهد مراسل الميادين على كل هذه المعلومات. كنت معنا من محيط الفلوجة. جنرال، معركة الفلوجة من 4 محاور الآن بدأنا يعني من 4 محاور، لكن هناك تركيز على الجبهة الجنوبية لأن الجبهة الجنوبية هي التي حققت تقدما ملحوظا، وخاصة جسر الفلوجة وحي الشهداء والحي الصناعي. وهنا يظهر على هذه الخريطة حي الشهداء وحي جبيل ومنطقة النزال. تحدث المراسل من بغداد عن فرار لعناصر داعش. هذا الفرار هو كما سألته وأجابك هو داخل الفلوجة من حي إلى آخر، هو انسحاب أكثر مما هو فرار. يعني عندما نسمع كلمة فرار يعني فرار من المعركة المدينة. إلى خارج الأماكن أخرى، لكن المعركة تشتد هنا في هذه المنطقة من جهة الشرق والجنوب والجنوب الشرقي بشكل خاص. هذا السهم يدل على اتجاه الجهد الرئيسي للقوات المتمركزة في جهة الشرق، فيما يعني جبهة الشمال لا تزال يعني ليست هادئة، لأنما جبهة تماس أعتقد أن في وقت آخر عندما تشتعل جبهة الشمال وتتمدد القوات العراقية من جهة الشمال إلى الجنوب يكون هناك ضغط كبير على المقاتلي داعش في الفلوجة. يعني لا يغيب عن البال أن داعش قد وضع مفخخات ونسفيات وألغام بالإضافة صحيح. إلى حفر أنفاق كما ورد في التقرير. يعني هنا معركة معقدة وتتطلب وقتا، وخصوصا يعني أي مسافة 100 متر تقطع داخل الفلوجة تعتبر إنجاز كبير لما تحتويه جميع الأبنية والشوارع من مفخخات وألغام، يعني تؤدي إلى يعني إصابات كبيرة بين المهاجمين. حتى الآن يعني هناك إصابات بين المهاجمين لكن ليس بالحجم المتوقع، كون التقدم مدروس ومتأني وهناك تفجير للمواقع قبل التقدم إلى الأمام. بالمعنى العسكري الفلوجة باتت ساقطة عسكريا؟ طالما أنها مطوقة من جميع الجهات تعتبر ساقطة عسكريا، ووقت سقوطها يتطلب على مدى صمود العناصر داخلها. نحن نفهم أن عناصر داعش داخل الفلوجة هم بحاجة إلى ذخيرة، بحاجة إلى عناية طبية، بحاجة إلى ربما الماء إلى طعام إلى أمور كثيرة. كلما طال الزمن ومع أن خط الإمداد اللوجستي مقطوع من كل الجهات يعني تنهار داعش رويدا رويدا داخل المدينة، إلا إذا يعني جرى هجمات واقتحامات على الأحياء داخلها وجرت عمليات استسلام أو فرار. لكن يبدو حسب الأنباء التي عممت منذ فترة أن عدد من مقاتلي داعش حاولوا الاستسلام أو الفرار لكنهم أعدموا من قبل قيادة داعش. داعش تعدم كل من يفكر بالاستسلام أو بالفرار، وهذه مشكلة كبيرة أمام القيادات التي تتقدم إلى داخل
الفلوجة، لذلك طلب الموضوع وقتا من أجل حسم المعركة نهائيا. هذا في ما يخص الميدان العراقي. سنذهب إلى ميدان آخر بعد قليل مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى الميدان اليمني لكن فاصل قصير وسنعود. من جديد أهلا بكم. ماذا في الميدان اليمني؟ رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن الحرب في اليمن انتهت عمليا بالنسبة إلى جنود بلاده، مشيرا إلى أن الإمارات ترصد الترتيبات السياسية على هذا الصعيد. وفي محاضرة قال قرقاش أن دور بلاده الأساسي فيما يتعلق بالعملية في اليمن انتهى، ونقل عنه قوله: موقفنا اليوم واضح، فالحرب عمليا انتهت لجنودنا، مشيرا إلى أن الإفراج السياسي يقع على عاتق اليمنيين. أفاد مراسل الميادين في اليمن باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة وريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. المدن والمناطق اليمنية ولا سيما مديرية نهم ما زالت تحت مرمى نيران قوات التحالف السعودي التي واصلت قصفها بالصواريخ والمدفعية. زينب طفيلي. الاتفاق بين طرفي النزاع في اليمن على إنهاء الأزمة في البلاد يبدو أنه بعيد المنال على الأقل حتى الآن في ضوء استمرار خروقات وقف إطلاق النار. فالمواجهات بين قوات الرئيس هادي وقوات الجيش واللجان الشعبية احتدمت في منطقة مريس شمالية محافظة الضالع وأدت إلى مقتل وجرح العشرات في صفوف الطرفين. في تعز اندلعت اشتباكات بين مسلحين موالين للرئيس هادي في سوق ديليكس الشعبي وسط المحافظة ما أدى إلى مقتل وجرح عشرة أشخاص. يأتي ذلك فيما تجددت المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس المدعومة بالتحالف السعودي في منطقتي ثعابات والجحملية عند المحور الشرقي للمحافظة، امتدادا إلى منطقة المطار القديم ومحيط معسكر اللواء 35 غربية تعز، بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين في مديرية الوازعية المتاخمة لمحافظة لحج جنوب غرب محافظة تعز. طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات استهدفت من خلالها أحد المواقع التابعة لقوات هادي في مديرية الحزم التابعة للجوف. غارات التحالف السعودي طاولت منطقة العقبة في مديرية الخب والشعف ومديريتي الغيل والمصلوب شمالية المحافظة. وزارة الدفاع اليمنية أعلنت تدمير مدرعة عسكرية لقوات هادي خلال محاولة تقدمها باتجاه جبل هيلان في مديرية صرواع غربية محافظة مأرب. قوات الرئيس هادي جددت قصفها الصاروخية والمدفعية لمنطقتي بني بارق ومسورة في مديرية نهم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. عند الحدود اليمنية السعودية دارت مواجهات ضارية بين القوات السعودية وقوات هادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ثانية عند الشريط الحدودي لمديريتي حرد وميدي في محافظة حجة. من العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد أهلا بك، جديد الميدان اليمني اليوم. نعم سلمى، في الساعات القليلة الماضية سجل مصدر عسكري أو تحدث مصدر عسكري للميادين عن محاولات مستمرة لقوات هادي بالتقدم نحو المدخل الجنوبي لمحافظة تعز الجنوبية اليمن وهي منطقة الضباب. هذه المحاولة كما تحدث المصدر العسكري هي جزء من المحاولات السابقة التي حدثت اليوم. لم تستطع قوات هادي من خلال هذه المحاولة التقدم نحو مدخل الضباب، واستطاع الجيش واللجان الشعبية دحر قوات هادي من التقدم هناك. امتداد المواجهات أو استمرارها بوتيرة واحدة بشكل يومي حتى الساعات القليلة الماضية هو حتى باتجاه المناطق الشرقية من مدينة تعز، مناطق ثعبات والجحملية هي تشهد مواجهات بشكل متواصل
ويومي لا تكاد المواجهات تتوقف هناك، وهي تمتد حتى وسط مدينة تعز وإلى الغرب من المدينة حيث مديرية الوازعية. ما يتعلق بالحدود اليمنية السعودية هي نعم. تجدد القصف الصاروخي والمدفعي من قبل قوات هادي والجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في على أطراف مديرية ليبي وحرب. هناك تعزيزات عسكرية متواصلة تصل إلى معسكر اللواء 105 والذي يقع على منطقة الموسم في الحدودية مع حرض وميدي وهي داخل الأراضي السعودية، وقوات هذه تستمد نعم. الآليات العسكرية المتطورة وغيرها لشن هجمات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق نعم. واللجان الشعبية ولا سيما في على اللواء 25 ميكا في منطقة عبد. أحمد زبيبة مراسل الميادين كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. عميد سأبدأ بالخبر للسيد قرقاش، هو المسؤول اليمني في الإمارات، المسؤول الإماراتي في الإمارات عن الملف اليمني. برأيك هل فعلا هذا القرار، حتى الآن هو ليس رسميا بالمناسبة، لكن هل فعلا يمكن للإمارات أن تتخذ هذه الخطوة بأن توقف عملياتها الحربية في اليمن بمعزل عن تنسيق مع السعودية؟ يعني ما قاله السيد أنور قرقاش ليس انسحابا من التحالف العربي ولا انسحابا من الموضوع اليمن، إنما هو وقف عمليات قوات الإمارات داخل اليمن. المقصود بذلك أن الإمارات بادرت أكثر من غيرها وربما أكثر من المملكة العربية السعودية على الصعيد البري بإدخال قوات إلى منطقة مأرب، والقوات البرية الإماراتية هي التي احتلت مأرب وسيطرت عليها، وهي التي نفذت إنزالا في عدن وفي محافظات الجنوب، وكان لها وجود واضح في حتى تلك القوات الخاصة الإماراتية هي الآن في حضرموت تقاتل داعش. نعم، لكن يبدو أن عمليات تدريب يمنيين من أتباع الرئيس هادي أو من أتباع المعارضين لأنصار الله وللرئيس علي عبد الله صالح، خاصة التجمع الوطني للإصلاح اليمني للإصلاح وباقي القوى السياسية، تجري بشكل كبير، وهناك أعداد كبيرة تم تجهيزها وتدريبها وإعطائها أهم يعني أحدث أنواع الأسلحة، دبابات وآليات، وهي تستخدم اليوم في عمليات الهجوم إن كان في جهة الشمال على الحدود السعودية من جهة ميدي وحرب. هناك حسب ما قال المراسل وجاءت الأنباء أيضا هناك كتائب للرئيس هادي يعني لقوات كانوا يسمونها ميليشيا أو دفاع شعبي أو دفاع وطني، يبدو أنها انضوط في وحدات نظامية تهاجم الجيش اليمني وأنصار الله. أيضا الهجمات التي تجري باتجاه فردة نهم وسرواح وجبل هيلان من مأرب تقوم بها أيضا قوات غالبيتها لم يكن جميعها من اليمنيين الذين تطوعوا في تلك القوات. لكن ما لفت النظر هو استمرار محاولات التحالف العربي لإحداث تقدم من جهة الجنوب وخاصة في تعز وعلى مركز ضباب. هذا الهجمات باتجاه ضباب والوازعية وذوباب شاهدناها كثيرا، ولكن من دون أي تقدم من القوات الرئيس هادي وقوات التحالف العربي، محاولات عديدة لأجل إحداث تقدم أثناء مفاوضات الكويت، إما بخرق الجبهة من الجنوب في تعز أو من الشمال أو من الشرق بجهة فرضة نهم ومأرب. وبالتالي المعارك في اليمن لا يمكن الحديث عن حسم أو تقدم، إنها عمليات كر وفر. يعني يبدو أن الجانب الإماراتي يعني أقر بذلك أن هذه حرب استنزاف طويلة بين اليمنيين، حسب ربما يمهد لما سيأتي يعني أيضا ما قاله قرقاش أنها بين اليمنيين، أي أنها حرب استنزاف طويلة، وهو يعني وظيفته كالتحالف العربي هو أن يدعم جانبا ضد آخر من في اليمن، ليس أن يشارك عن جانب ويقاتل بجنوده. هذا الموضوع انتهى، خصوصا أن يعني صافر في منطقة صافر فقدت الإمارات أكثر من 75 عنصرا في انفجار صحيح. صاروخ باليستي جاء من محافظة شبوة يعني بشكل مفاجئ، كما أن قوات الإمارات خسرت عددا من الطائرات وخسرت مؤخرا طائرة هليكوبتر قتل طاقمها. يعني هذا الإمارات دفعت ثمنا وحققت تقدما عسكريا واضحا، لكن تبين لها أن الموضوع غير قابل للحسم قريبا، وأن الحرب أصبحت بين
فئتين يمنيتين، وهي مهمتها دعم إحدى هذه الفئات هي والتحالف العربي بكامله. نعم. ما كان من تحالف عربي في السودان والمغرب. نعم. ما يهم الإمارات بالدرجة الأولى نقطتين في الملف اليمني: عدم صعود الإخوان هذا أولا، وثانيا عدم الدخول بصراع مع السعودية، علما أنه الترتيبات التي حصلت مع السيد محسن الأحمر كانت محط خلاف بين أو توتر بين الإمارات والسعودية. يعني هناك خلاف سياسي واضح بين دولة الإمارات والسعودية حول الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين حركة محظورة في اليمن، في دولة الإمارات، وهناك أكثر من 120 مواطنا إماراتيا في السجن لأنهم أعضاء في الإخوان المسلمين. أما المملكة العربية السعودية فهي في عهد الملك عبد الله وضعت تجمع الوطني للإصلاح في اليمن على لائحة الإرهاب، الإخوان المسلمين اعتبرتهم إرهابيين، لكن الإدارة السعودية الجديدة مدت اليد للإخوان المسلمين، وبات اليوم التجمع الوطني للإصلاح وضعه أفضل من السابق، لكن هذا أثار اعتراضات كبيرة من الجانب الإماراتي حول أن القوات الإماراتية تقاتل من أجل الإخوان المسلمين، وهذا ما لا يرضى به القيادة الإماراتية ولا بأي شكل من الأشكال. من هنا جاء الدعم الإماراتي للمؤتمر جماعة علي عبد الله صالح واضح. لا يوجد دعم، هناك كان اقتراح فقط من لا يمكن الإمارات أن تدعم علي عبد الله صالح بشكل علني ضد السعودية، هذا غير وارد. ليس شخص علي عبد الله صالح، جماعة المؤتمر كلهم في الإمارات، نجل الرئيس علي عبد الله صالح في الإمارات. هو هناك مشروع تسوية تقوده الإمارات لانتخاب أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية كتسوية من الكل، وحتى الآن هذا المشروع لم يلقى تجاوبا من المملكة العربية السعودية ومن باقي الفرقاء. علاقة مع المؤتمر الشعبي العام لا تزال يعني من دون أي دعم عسكري أو دعم سياسي، إنما احتضان بعض العناصر داخل الإمارات. نعم. سنذهب عميد إلى فقرة استراتيجية في نشرة الميدانية. رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فاليري كومويدوف قال إن بلاده ستعزز أسطول البحر الأسود ردا على توسيع حلف شمال الأطلسي الناتو نشاطاته في منطقة حدودها البحرية الجنوبية. كما كشفت روسيا عن سلاحها السري طائرة U-64 للرد على الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا. لن تجلس روسيا مكتوفة الأيدي وهي ترى حلف شمال الأطلسي يكثف وجوده العسكري في منطقة حدودها البحرية الجنوبية. هذا بعض من ردود الفعل الروسية على قرار الحلف. الأميرال فلاديمير كومويدوف القائد السابق للأسطول الروسي في البحر الأسود والعضو في لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي حاليا كشف عزم بلاده تعزيز أسطولها في البحر الأسود بضم فرقاطات وغواصات جديدة إليه. أما العقيد أوليك غريفوروغ أحد قادة الأسطول الروسي في البحر الأسود فقد أشار سابقا إلى أن 4 سفن حربية تابعة للناتو سارت خلف فرقاطة الأميرال غريغوروفيتش وهي في طريقها إلى قاعدة الأسطول في مدينة سيفاستوبول. رد الفعل الروسي ترجم عمليا أيضا بالكشف عن الطائرة الانزلاقية U-74، هذا الاختراع السري الذي تعمل روسيا عليه بنجاح للرد على الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا، اختراع لديه قدرة التفوق على كل نظم الدفاع الصاروخي الحالية وعلى جعلها قديمة من الماضي. روسيا عملت على تطوير هذا السلاح السري على مدى سنوات عدة، فهذه الطائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت وستسمح التكنولوجيا المتطورة لها بنقل الرؤوس الحربية إلى الهدف بسرعة فائقة. معلومات صحفية كشفت أن هذه الطائرة ستركب على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات العاملة على الوقود السائل سارما، وهي قادرة على اختراق الدفاعات وإصابة الهدف داخل دائرة نصف قطرها حوالي 10,000 كيلومتر مربع، إضافة إلى أن كل طائرة بإمكانها أن تحمل رأسا قتاليا نوعا
نوويا أو أن تلعب دور الهدف المزيف. عميد، ما هو هذا السلاح السري الطائرة U-74؟ لنفهم الطائرة U-74 يجب أن نفهم الحرب الإلكترونية التي تدور بين الجانب الروسي والأمريكي. هناك تدابير إلكترونية تسمى إلكترونيك ميجرز، يقابلها تدابير مضادة إلكترونيك كاونتر ميجرز، ثم تدابير مضادة للتدابير المضادة كاونتر كاونتر ميجرز. هكذا تجري سباقات التسلح وسباقات التطور التكنولوجي. ما وصل إليه الجانب الأمريكي مؤخرا من طائرة F-35، وهي طائرة الشبح ستيلث، يعني لها إشارة ضعيفة جدا على شاشة الرادار بحيث لا تظهر على معظم الشاشات الرادار وتفاجئ العدو في عقر داره. كان الرد الروسي هو إحداث جهاز انذار، رادار انذار يلاحق الدخان المتصاعد من محرك الطائرة وليس جسم الطائرة، باعتبار أن جسم طائرة الشبح أو ستيلث هو مصنوع من معدن معدل السطح العاكس فيه قليل جدا، أي أنه يعني الخلطة المعدنية السبيكة المعدنية التي يتألف منها هيكل الطائرة وجسمها لا يمكن أن تنعكس على شاشة الرادار، وهذه يعني معادن تكلف أموالا بايضة. إنما لجوء الروس إلى الدخان الذي لا مفر منه، دخان المحرك لملاحقة هذه الطائرة، جعل الجانب الأمريكي يعيد أيضا التطوير. الطائرة التي تحدث عنها U-64 هذه الطائرة يبدو أنها تتجاوز كل التدابير الأمريكية. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة ركزت درعا صاروخيا بدءا ببولونيا ورومانيا وتشيكيا وتركيا، وربما الدرع داخل إسرائيل موجود أيضا يخدم هذا الدرع ضد الاتحاد الروسي وإيران في الوقت نفسه. هذا الدرع هو نوع من الصواريخ المضادة للصواريخ، بحيث أنه يحبط أي عملية إطلاق صاروخ روسي باتجاه الغرب. لكن عندما تصبح هذه الإمكانية متوفرة لدى الحلف الأطلسي، عندها يمكنه التقدم بوسائل أخرى نحو روسيا. وأن هنا كانت الطائرة U-74 التي من المرتقب أنها ستكون حاسمة جدا ضد أي محاولة من الغرب والحلف الناتو تحديدا لاستغلال الدرع الصاروخي من أجل التقدم نحو الحدود الروسية. نعم، شكرا جزيلا عميد على كل هذا التحليل وعلى حضورك الدائم. معنا العميد المتقاعد والخبير العسكري الياس فرحات، وأشكر أيضا كل الزملاء الذين نقلوا الواقع كما هو من ميادينهم إلى العناوين. المجموعات المسلحة تواصل خرق الهدنة في حلب، والجيش يسيطر على تلال تشرف على الحدود التركية بريف اللاذقية. الشرطة الاتحادية أو القوات العراقية تتقدم على داعش في الفلوجة وتدخل شارع بغداد وسط المدينة. قتلى وجرحى خلال مواجهة عنيفة بين قوات هادي والجيش اليمني واللجان الشعبية شمال الضالع. وفي فقرة استراتيجية، موسكو تطور سلاحا جديدا يفقد منظومات الدراع الصاروخية الغربية فعاليتها. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة مواقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية وكذلك الإسبانية. الميدانية انتهت، إلى اللقاء.